أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولين العرب بالدوري العام، ويلتقي سيراميكا مع المقاولين العرب في الساعة 3 العصر يوم الجمعة على ملعب استاد المقاولين العرب بالجبل الأخضر، وده ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، وضمت القائمة 22 لاعب. في حراسة المرمى عامر عامر ومحمد كوكو، في خط الدفاع مصعب البطاط، خالد صبحي، عبد الله محمود، سيف تقى ومحمود البدري، وليد عبد المنعم وأحمد محسن وعمر الحلواني ومحمود نعيم. في خط الوسط كوامي بونسو ومحمد حسن ومحمد توني، محمد إبراهيم، كمان محمود نبيل وبلال السعداني وإيفانز منسا ونيفول كوبينا ومصطفى ميسي. في خط الهجوم باسم مرسي وكمان شادي حسين. يبحث مسؤول نادي مصر المقصة التعاقد مع أكثر من لاعب قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لا سيما مع معاناة الفريق في أكثر من مركز، خاصة مركزي الهجوم والوسط الدفاعي. ويتواصل مسؤول مصر المقاصة مع أكثر من لاعب حر في الفترة الحالية من أجل ضمهم لصفوف الفريق الفيومي في الميركاتو الشتوي اللي جاي لسد العجز في صفوف المقاصة، في محاولة لتدعيم الفريق من أجل الاستمرار في المنافسة على البقاء بالدوري الممتاز. وبيرغب نادي المقصة في ضم لاعبين مميزين على المستوى المهاري والخبرات في الممتاز من أجل مساعدة الفريق الفيومي على البقاء في دوري الأضواء والشهرة في ظل معاناته من نقص اللاعبين أصحاب خبرات اللعب في الدوري الممتاز. وبيحاول مسؤول مصر المقصة ضم 3 أو 4 لاعبين خلال الميركاتو الشتوي ضمن خطة الإدارة وكمان الجهاز الفني لدعم الفريق الفيومي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي. قرر علاء عبد العال المدير الفني لنادي إسترن كامباني دخول الفريق معسكر مغلق النهاردة الخميس، وده استعدادا لمواجهة فاركو في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري. وبيأمل علاء عبد العال في تصحيح الأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين أمام المقصة ومحاولة استغلال الفرص المتاحة ليهم أمام المرمى بعد ما كانوا قريبين من تحقيق أول فوز في المباراة اللي فاتت. ويتلقى إسترن كامباني في 5:30 مساء يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر مع فاركو في الجولة الثامنة في مباراة بيدخلها الفريقان بحثاً عن ال3 نقاط بعدما حصد إسترن كامباني أول نقطة دي في تاريخ الدوري بالتعادل مع مصر المقصة، في المقابل خسر فاركو أمام المصري بهدف نظيف.